ومع دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ بعودة نظام الدوام الرسمي المعتاد لموظفي وزارات الدولة، شهدت مقار العمل تواجد الموظفين وسط التزام بالاشتراطات الصحية مع الحرص على آلية اعتماد الحضور والانصراف عبر نظام البصمة. العودة الكاملة لقوة العمل شهدت انسيابية في الحركة وسط استقبال المراجعين من خلال الخطط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي رسمها ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية بهدف حماية الموظفين والمراجعين من خطر عدوى كوفيد-19. هكذا كان المشهد في اليوم الأول للعودة الكاملة لقوة العمل في وزارات الدولة والجهات الحكومية، حضور 100% وسط التزام بالاشتراطات الصحية الكاملة عقب دخول قرار مجلس الوزراء حيز التنفيذ. بالنسبة حق نسبة الحضور، فنسبة الحضور تكون عالية جدا، ونسبة الحضور الموظفين ملتزمين لأن هم عارفين أن اليوم نسبة الحضور راح تكون 100%، وفي إجراء بصمة، وهم أخذوا التدابير الاحترازية لإجراء البصمة. من أهم الاشتراطات الصحية وهو عند إجراء الموظف البصمة أنه يقوم بتطهير إيده بمطهر يد، هذه من أهم الاشتراطات واللي حرص عليها ديوان الخدمة المدنية، وهم حرص ديوان الخدمة المدنية على التباعد بين الموظفين، وطبعا هذا وفقا لتعليمات صدرت حق الجهات الحكومية، لأن التباعد وتعقيم اليدين هم من أهم الاشتراطات الصحية اللي تحافظ على صحة الموظف. صالة المراجعين مثل ما أنت شايف الأمور طيبة جدا، وفي سلاسة بالحضور، ونسبة الموظفين 100%، فحتى كإجراء معاملات قاعد تخلص أكثر، لأن أنت ما تشوف نسبة الحضور تكون 100%، هذا يساعد على تخليص المعاملات وعلى خدمة المراجعين، اللي هو الهدف الأساسي أن أنا أرد قوة العمل بنسبة 100%. التعميم اللي صدر من الديوان اللي هو رقم 12 لسنة 2021 ألغى جميع حالات الإعفاءات، وبالتالي العودة لنظام العمل 100%. ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع الجهات الحكومية نفذ خطة العودة الآمنة لقوة العمل مع التقيد الكامل ببصمة الدوام الرسمي، والتي شهدت انسيابية كبيرة بلا تزاحم بين الموظفين. لله الحمد، نظام 100% هذا ممتاز لإنجاز جميع المعاملات تخص المواطنين، فأنا أشوف أن هذا شيء زين وشيء ممتاز، والحمد لله الأمور طيبة وما فيها أي شيء يعني. والله بالنسبة للدوام كان الحضور مثل ما تشوف الحين 100%، الموظفين ملتزمين بالإجراءات الاحترازية، التباعد الاجتماعي، بلبس الكمام، الأمور الحمد لله مستقرة. التزام الموظفين كان طيب، والبصمة هم ممتازة، الموظفين ملتزمين بالإجراءات الصحية والحضور والانصراف، الأمور طيبة الحمد لله. الالتزام بالاشتراطات الصحية من ارتداء للكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم كان سيد الموقف في اليوم الأول للعودة الكاملة للعمل في الجهات الحكومية. وزارات وجهات الدولة الحكومية تشهد العودة الكاملة بنسبة 100% بالنسبة لموظفي الدولة، في صورة تجسد التعاون الكبير بين جهات الدولة المختلفة ووسط التزام كبير بالاشتراطات الصحية من قبل الموظفين. فهد التركي، تلفزيون دولة الكويت.